معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية يؤكد من القاهرة أن دول الخليج وضعت أسساً واقعية ومنهجية للتعامل مع إيران. مقاتلات التحالف العربي تقصف مواقع الميليشيات الإنقلابية في الحديدة، والمبعوث الأممي إلى اليمن يبدأ زيارة إلى الرياض. ما هي القرارات التي طالب وزراء الخارجية العرب باتخاذها خلال اجتماعهم الاثنين الماضي؟ وما هي الأرضيات التي حددها معالي أنور قرقاش للتعامل مع طهران؟ متى ستنطلق المرحلة الثانية من عملية الرمح الذهبي بعد أن تمكنت الفرق الهندسية اليمنية والسعودية من تفكيك عدد من الألغام إيرانية الصنع التي زرعتها الميليشيات الإنقلابية في سواحل منطقة ميدي غربي اليمن؟ ما أبرز النقاط التي تتضمنها خطة السلام الجديدة التي سيتقدم بها ولد الشيخ أحمد للعودة إلى مفاوضات السلام مرة أخرى؟ أيها المشاهدون الكرام، أسعد الله أوقاتكم والسلام عليكم. من استوديو بالإمارات أرحب بكم جميعا، كما وأرحب بضيوفي في هذه الحلقة، وفي مقدمتهم الباحث أيمن عثمان الباروت. مرحبا طال عمرك. يا مرحبتين، أهلا وسهلا. شارك معالي الدكتور أنور شارك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد بمقر الجامعة في العاصمة المصرية القاهرة، وناقش 30 بنداً تناولت أبرز القضايا العربية. حول الموضوع نتابع هذا التقرير. قال معاليه في كلمته أمام الدورة 47 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن دول مجلس التعاون الخليجي وضعت أسساً ممنهجة للتعامل مع طهران تقوم على 3 أرضيات. تشترط الأولى أن يكون هناك قبول واقتناع أن أساس العلاقات الإيجابية هو عدم التدخل في الشأن الداخلي، والثانية التزام طهران بعدم تصدير ثورتها إلى الدول العربية لأنها شأن داخلي خاص بإيران فقط. أما الثالثة فهي القبول بمبدأ المواطنة على أساس الوطن وليس المواطنة على أساس المذهب. وأكد معاليه أن العالم العربي يعاني تزايد أعداد الضحايا والأبرياء جراء تفتيت الأوضاع والشحن الطائفي والتطرف الذي تشهده المنطقة، ناهيك عن التدخل الإيراني في شؤون عالمنا العربي مثل سوريا واليمن. فهل ستنصاع طهران لمنطق العقل وتلتزم بمبادئ حسن الجوار وترحب بالأسس التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي بهدف إنشاء علاقات جيدة إيجابية وبناءة والتخلي عن مخططاتها الهدامة التي تعرض أمن واستقرار العالم العربي للخطر؟ من جديد نرحب بكم مشاهدينا الكرام. أستاذ أيمن، قبل التطرق لكلمة معالي الدكتور أنور قرقاش، حبذا لو أعطيتنا فكرة عن أهم البنود اللي ناقشها وزراء الخارجية العرب أو من ناب عنهم خلال اجتماع القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مشكورين على الاستضافة في البداية. طبعاً تضمن جدول الأعمال مجموعة من البنود، تقريباً 30 بند، تنوع ما بين البنود اللي هي المتجددة أو الدائمة. الدائمة مثل عندنا الصراع الوطني الفلسطيني الإسرائيلي، نعم. بالإضافة لبعض الحالات المتجددة مثل الحالة السورية في سوريا وليبيا واليمن والعراق، بالإضافة إلى موضوعات أخرى متعلقة بالأمن المائي والعمل المشترك ما بين الدول العربية. نعم. سيد أيمن، معالي الدكتور أنور قرقاش أشار في كلمته خلال الاجتماع أن دول مجلس التعاون وضعت أساساً للتعامل مع إيران تقوم على أرضيات 3. ما هي الأسس المشار إليها وما هي الأرضيات الثلاث؟ طبعاً نحن بنرجع لدول مجلس التعاون في جميع دساتيرها ودساتير إنشائها
تشير إلى أساسي أو أساس صلب ودائم معها، وهو حسن الجيرة. وانبثقت هذه الأسس الثلاث من هذا المبدأ، طبعا حسن الجوار، عدم تدخل بالشأن الداخلي باعتبار أن طهران لها من ضمن مبادئها اللي هو تصدير الثورة، واعتبار هذا شأن داخلي لا يمت للدول مجلس التعاون أو الدول العربية بصلة، ولا نريد أن نتقبل مثل هذه المبادئ. ولكن يعني تعرف الفكر الإيراني وموضوع تصدير الثورة يظل موجودا لدى يعني الفئة الحاكمة في إيران. دائما ما تكون الرسائل الموجهة من دول مجلس التعاون رسائل سلمية تدعو إلى السلام، تدعو إلى التسامح، تدعو إلى تقبل الطرف الآخر أيا كانت منهجياته أو ديانته أو ثقافته، بشرط عدم تدخل في الشأن الداخلي لكل دولة أو كل قطر على حدة. ولكن هل تتوقعون أن إيران قد تستجيب لهذه الأسس؟ وما هي الضمانات أن على حسن نيتها بما يتعلق بهذه بالعلاقة مع الخليج؟ إذا احنا بنرجع بشوي بالأخبار اللي موجودة أو بالتاريخ بنشوف أن بعد وصول الرسالة الخليجية إلى طهران، طبعا بعد بروز الدور الكويتي فيها، بنلاحظ أن هناك كانت جولة لروحاني للسلطنة ودولة الكويت. مبدأ الزيارة هذا يمكن يعطينا احنا أو يجعلنا نستنتج بأن يوجد قبول في الجانب الإيراني، بغض النظر عن تصريحات، جميع التصريحات الصادرة من الجانب الإيراني كانت تلف حول الأسس الثلاثة بشكل أو بآخر، بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، باعتبار أن الدعوة إلى السلام، الدعوة إلى حسن الجيرة، الدعوة إلى مثل هذه التصريحات، وكلها تدور حول الأسس الخليجية الثلاثة. لكن يمكن يعني من أبسط ما يعني الأشياء اللي ممكن تقدمها إيران للدلالة على حسن نيتها هو إعادة إرجاع الجزر الإماراتية المحتلة الثلاث. ممكن الجزر الإماراتية الثلاث، إذا احنا بنسترجع المنهج الأساسي كان عندنا في دولة الإمارات من أيام الشيخ زايد، الشيخ زايد أذكر في الحرب العراقية الإيرانية كان يرفض الزج بموضوع الجزر باعتبار أنه أحد الأسباب أو أحد المحفزات لهذه الحرب، باعتبار أن الجزر الإماراتية الشيخ زايد كان يصر على الله يرحمه يصر على حسن الجيرة مهما كانت الخلافات، مهما توسعت الخلافات، مهما على جانب الخلاف مع الجار اللي هي الجمهورية الإيرانية، إلا أنه كان يدعو إلى حل الموضوع بشكل سلمي ورفض تدخلات الدولية في هذا الشأن. ترى ما هي ردود الفعل اليمنية؟ وهو سنعرف المزيد حول اجتماع القاهرة وتوصياته مع ضيفنا من هناك الكاتب الصحفي ومدير تحرير صحيفة الأهرام الأستاذ أشرف العشري. أستاذ أشرف مساء الخير. مساء النور. أستاذ أشرف، ما هي أولويات قضايا الساعة التي وقف عندها وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الأخير؟ وبكل تأكيد هذا الاجتماع كان اجتماع دوري، وهو اجتماع تحضيري للقمة العربية المقررة في البحر الميت في الأردن في نهاية هذا الشهر في 28 من مارس الحالي، وبالتالي كان جدول أعمال جدول مسهم بكثير من القضايا بلغة الأهمية التي سوف تكون مدار بحث وحوار مطول في جدول أعمال القمة العربية. أعتقد أن هناك نوع من التوافق في الرؤى برز جليا خلال اجتماعات على مستوى كبار المندوبين الدائمين على مدار يومين، وحتى على مستوى وزارة الخارجية في يوم كامل تم التباحث في مجموعة من القضايا بلغة الأهمية التي سوف تخضع لنقاش مطول من قبل القادة والزعماء في البحر الميت في الأردن. أعتقد القضية الأبرز وكانت فيما يتعلق بالأوضاع في سوريا، الأوضاع في اليمن وتأييد الشرعية العربية، الأوضاع في ليبيا، المسار الفلسطيني الذي عاد مرة ثانية ليأخذ دائرة الاهتمام والزخم بعد غياب أقرب سنوات بسبب ما يعرف بثورات الربيع العربي التي أدت إلى إحداث نوع من التراجع والخلل في المشهد الدولي والمشهد العربي والإقليمي في التعاطي مع مفاوضات أو عمليات السلام في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى قضية الإرهاب، وهي قضية برزت بشكل كبير خلال مناقشات وزراء الخارجية العرب وتم الاتفاق على أن تكون لها الأسلة من الأولويات في قمة عمان، بالإضافة إلى قضية مهمة وهي قضية التدخل الإيراني في الشؤون العربية ومأثره السيد أنور كركاش وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية وكلماته للعرب بدورات الصراع بوضع الآلية العربية لمناهرة مكابهات التدخلات والتمدد والتغلغل الإيراني في منطقة الشرق الأوسط في العالم العربي، وأيضا محاولة إيران لزرع الطائفية والفتن في كثير من العواصم العربية حيث خرج بند كامل يتعاطى مع هذا الطلب ويصب في خانة ضرورة التمسك بعودة الجزء العربية الإماراتية الثلاث
طنب الكبرى وطنب الصغرى أبو موسى في محاولة للحفاظ على الحقوق العربية ومطالبة إيران بالكف والنهي عن تلك الممارسات التي أدت إلى إشعال كثير من بعض الحرائق المتنقلة في الدهليز العربي سواء في سوريا أو حتى في لبنان والعراق حاليا كما نرى، والتدخل الإيراني في اليمن الذي أدى إلى أن يكون هناك بالفعل قوة ردع من قبل قوات التحالف العربي في هذا الشأن. عطفا على ما ذكرته أستاذ أشرف، ما هي أهم التوصيات والقرارات التي خرج بها المجتمعون وماذا تم إقراره بشأن التدخل الإيراني في الأمور الداخلية للدول العربية؟ دعني أقول لك أن أنا كنت أول أمس يوم الخميس الماضي في زيارة مع للأمين العام في مقر الجامعة العربية، والتقيت به لإعداد بعض المقالات قبل الذهاب إلى القمة العربية. أعتقد أنه كان متفائلا إلى حد ما برغم سحابة الغيوم العربية في أكثر المنطقة حاليا واشتعال كثير من بعض التوترات في المنطقة، إلا أن الأمين العام رأى أن ما حدث من قبل وزارة الخارجية العرب في اجتماع الأخير والاتفاق على جدول الأعمال ومن خلال اتصالاته مع القادة في الأردن ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال الأيام الماضية في القاهرة، أعتقد أنه أبلغني أن هناك بالفعل بداية صحوة عربية وأنه سيكون هناك بالفعل قمة عربية لحد ما مختلفة عبر بيان سيصدر يسمى بيان أو إعلان عمان. أعتقد هذا البيان يحتوي على كثير من التناول العربي لمفاصل القضايا العربية وطرح رؤى وأفكار جديدة، خاصة وأن الإخوة في الأردن راغبين في هذه المرة أن تكون قمة الأردن قمة مختلفة عن سابقتها للقمم العربية من حيث وضع الآليات الخاصة بإمكانية أن يكون هناك حالة من النهوض العربي، حالة من الاستنهاض، حالة من الحراك العربي بإمكانية التفاعل والتعاطي بقوة مع كثير من الملفات المثارة بشأن قضايا العالم العربي وقضايا الشرق الأوسط بما فيها عملية السلام، فيها الوضع في اليمن. هم راغبين في الأردن بالاتفاق مع الأمانة العامة للجماعة العربية أن يكون هناك بيان عمان أو إعلان عمان مختلف تماما يدرس ويوفر كثير من استحقاقات الخيارات للحراك العربي والتفتيش عن مخارج جديدة لإمكانية أن يكون هناك حضور عربي في التعاطي مع الأزمات في المرحلة القادمة. وأعتقد أن هذا كان واضحا وجليا في البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب. لكن عفوا أستاذ أشرف، لكن من خلال قراءتكم ما هي الآليات أو الأدوات التي يمكن من خلالها من خلال قمة عمان أن نطلع بشيء جديد؟ أعتقد هناك رغبة كما قلت وأكرر من قبل الأردن ومن قبل الأمانة العامة الجماعة العربية فيما يتعلق بالأزمة السورية، هناك رغبة عربية فأن يكون هناك مشاركة عربية من الآن فصاعدا، وأعتقد أن هذا محور التباحث بين بعض القادة والعواصم العربية مع الأمانة العامة الجماعة العربية مع الأطراف الدولية كأيضا الولايات المتحدة وروسيا أيضا في التعاطي مع إمكانية مشاركة العالم العربي سواء في مفاوضات أثاتينا أو فيما يتعلق بمفاوضات جنيف المقررة 26 هذا الشهر أي الجولة الخامسة. ما يتعلق بالتحليل على سبيل المثال رغبة عربية من قبل الجماعة العربية وأيضا القمة في إمكانية تنظيم لقاء رباعي في الجماعة العربية سواء قبل القمة أو بعدها بمشاركة الجامعة ومنظمة الوحدة الأفريقية الاتحاد الأفريقي وأيضا الأمم المتحدة وأيضا الاتحاد الأوروبي لإمكانية بحث صيغة التوافق حول وضع استراتيجية لإنهاء الأزمة في ليبيا حاليا، وأعتقد أن اتصالات في هذا الشأن. فيما يتعلق بالوضع في اليمن هناك تشجيع وتأييد بالغ ومنقطع النظير لإمكانية أن يكون هناك تعاطي مع كل جهود التي يقوم بها المبعوث الدولي حاليا اسماعيل ولد الشيخ بما فيها أيضا إمكانية أن يكون هناك رغبة من قبل الأمم المتحدة للتدخل بقوة وأيضا كل لديهم درجة كبيرة من الضغوط بتنفيذ قرار 2216 الشرعيات الدولية وإمكانية أن يكون هناك إجبار من قبل المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة بتنفيذ ما جاء في مخرجات حل الأزمة اليمنية في المرحلة القادمة. على سبيل المثال أيضا الوضع في فلسطين أو الأزمة أزمة الصراع العربي الإسرائيلي هناك رغبة في إتاحة التنسيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة للتعرف على المبادرة المطروحة من قبل هذه الإدارة وأن يكون هناك عودة الغطاء العربي مرة ثانية بقوة للتمسك بكثير من بعض الآليات المقررة في قمة عمان 2002 الخاصة بالأرض مقابل السلام وأن يكون هناك مظلة عربية للمفاوضات ورفض عربي جماعي سيبرز في قمة عمان برفض نقل العاصمة الأمريكية أو الاستفادة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس بالإضافة إلى رفض الاستيطار وضرورة أن يكون هناك حوار عربي أمريكي في هذا الشأن. سيتم الاتفاق على لجنة كما علمت على لجنة عربية ستتولى التنسيق مع الإدارة الأمريكية في المرحلة القادمة لبحث مجريات التفاعل والتعاطي مع آثار الأزمة الخاصة بقضية السلام في الشرق الأوسط. هناك كثير من الملفات وقضايا ونقاشات كانت جلية في اجتماعات الوزارة الخارجية العرب ستنقل بالكامل
كامل إلى أروقة اجتماعات قمة البحر الميت في الأردن في عمان للبحث في صيغة حراك عربي، بالإضافة لأن هناك لأخفيك سيرة كويتية وإماراتية تمضي على مدار الساعة لتوقيع الأجواء العربية والبحث في لملمة جهود العالم العربي واتفاق على مجموعة من الآليات والتصورات بإمكانية إعادة ترتيب البيت العربي، خاصة أن هناك جهود تخضع الكثير من التحريض والإيجاب من قبل القاهرة عاصمة عربية بفضل القيادة في الإمارات وأيضا من قبل الشان. وبالتالي أستاذ أشرف، عفوا، يعني بالنسبة للعلاقات العربية الإيرانية، الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط قال في إحدى تصريحاته السابقة أن العلاقة العربية الإيرانية بالغة التعقيد ويجب أن تعاد صياغتها بعد أن يعود الجسد العربي إلى صحته. ما هي الخطوات الملموسة التي اتخذتها الجامعة من أجل إصلاح الشأن العربي؟ وهل هناك جديد فيما يتعلق بالجزء الإماراتي المحتلة من قبل إيران؟ وهل استطاعت الجامعة أن تطرح على الأقل تصوراً يحرك هذا الملف؟ هناك ثلاثة إجابات لتوفير إجابة على هذه التساؤلات. فيما يتعلق بإيران، هناك حالة من الامتعاض في العالم العربي من التأخرات الإيرانية وإشعال الحرائق المتنقلة بفعل لكثير من بعض التأخرات الإيرانية المرفوضة حاليا. هناك موقف الجماعة العربية والدول في مجلس التعاون الخليجي والقاهرة أيضا برفض المناصرة الإيرانية، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بمثل هذا التعاطي الإيراني الذي يسعى ويتباهون طيلة اللحظة، وأنهم يتمادون في التباهي بأنهم يسيطرون على صناعة القرار في أربعة عواصم عربية في هذا الشأن. هذا الأمر مرفوض. الأمين السابق للجماعة العربية عمرو موسى والأمين الحالي لديهم مواقف إلى حد ما قوية في مطالبة إيران ومطالبة العرب بإدارة صد لتلك التدخلات الإيرانية من ناحية، وبيان الجماعة العربية الأخير على مستوى وزارة الخارجية ندد بشكل صريح وواضح بالتدخلات الإيرانية وطلب موقف عربي حازم ووقفات ضد التدخلات الإيرانية. على بطريق المصالحة العربية، أعتقد هناك جهود من قبل دول كبرى في المنطقة كما قلت كالإمارات العربية المتحدة تقدير على الجهود، بالإضافة لدولة الكويت حاليا يقومون بجهود مع الأمين العام للجامعة العربية بإمكانية الإعداد لخريطة طريق خاصة بتصفية الأجواء العربية من الآن وحتى قمة في مرحلة القادمة. أن هناك رغبة أكيدة لدى بعض العواصم العربية خاصة الكبرى في المنطقة لإصلاح ذات البين وأيضا معالجة التباينات، لا أقول خلافات لكن أقول تباينات في مواقف فيما يتعلق بقضايا الإقليم. أستاذ أشرف عفوا، خلنا ننتقل إلى موضوع آخر وسؤال أخير. هل أعطيتنا ملمحا عن مبادرة مصر الخاصة بإنشاء إطار مؤسسي تشاوري بين مجلس الجامعة العربية ومجلس الأمن، وما جدوى المؤسسة التشاورية بين المجلسين؟ هذا الطرح طرحته مصر في اجتماع وزراء الخارجية العرب وتم الاتفاق عليه والقبول من حيث الشكل، وتم ترحيله إلى القمة العربية. القاهرة تسعى إلى أن يكون هناك بالفعل لجنة عربية من خلال المندوبين الدائمين في العالم العربي والجماعة العربية في الأمم المتحدة للبحث في صياغة القرارات المتعلقة بالعالم العربي تحديدا وقضايا الشرق الأوسط من خلال التنسيق مع الأطراف الفاعلة والدول الخامسة في مجلس الأمن لإمكانية أن يكون هناك نوع مشاورات الإيجابية والجدية قبل طرح أي أو إعداد مشروع قرار يتعلق بالقضية الفلسطينية أو الأزمة السورية أو الأزمة في ليبيا أو الوضع العربي للنقاش والتعرف على وجهة نظر عربية جماعية في هذا الشأن وفي هذا الإطار، حتى يوفروا كثير من الضمانات والمظنات العربية لخروج هذا القرار بما يتلائم ويتفق ويتماشى مع الحقوق العربية ومع وجهة النظر العربية في المقام الأول. هذه اللجنة ستكون معنية بتوفير آليات التعاون مع دول مجلس الأمن الخمسة دائمة العضوية من ناحية ومع بقية الأطراف الدولية في الأمم المتحدة حتى يحظى هذا التشاور بتوفير حاضنة أو مظلة لإمكانية توفير وتدشين قرارات تصب في خانة المصلحة العربية في المقام الأول. عندما يحدث هذا القرار أو يحظى بالموافقة في خلال قمة عمان سيتم تشكيل هذه الآلية من قبل الدول الفاعلة السابقة في الجامعة العربية. نرجو ذلك ونتمنى فعلا أن ما تم نقاشه في الجامعة العربية يتم تحقيقه على أرض الواقع. الكاتب الصحفي ومدير تحرير صحيفة الأهرام الأستاذ أشرف العشري، شكرا لكم على مشاركتكم معنا بالإماراتي، استمعنا إلى حديثك من القاهرة. أستاذ أيمن، ماذا يمكن أن نتوقع من الجامعة العربية اليوم، وخاصة أن العالم العربي يعني يعاني الأمرين؟ إحنا لو نرجع لميثاق جامعة الدول العربية وحتى البروتوكولات المصاحبة لها بعد تأسيس الميثاق، يركز على جانب معين أو جانب أساسي وهو التعاون بين الدول العربية. رسالته رسالة سلام من القراءة العامة للميثاق، لا يدعو إلى الحرب. رسالته رسالة تسامح في الميثاق،
وطبعا لا لو لا نقول نقدر نقول لا تقدر جامعة الدول العربية أن تخطو خطوة إلا بموافقة ثلثي أعضاء جامعة الدول. ومثل ما نشوف احنا خلال يعني الست سنوات اللي فاتت الوضع العربي متزعزع، خصوصا الأحداث الدموية في العراق وسوريا وليبيا واليمن، والأحداث اللي صارت اللي هي أحداث في الربيع العربي. نعم أستاذ أيمن، حان موعد الفاصل. تمكنت قوات الشرعية اليمنية من تحرير 4 جبال استراتيجية وعشرة مواقع في بلدة نهم الواقع على بعد 40 كيلومتر شمال شرقي صنعاء، بالإضافة إلى اقترابها من بلدة أرحب التي تقع على بعد 25 كيلومتر شمال العاصمة ومطار صنعاء الدولي. فاصل ونعود. أيها السادة المشاهدون، نرحب بكم من جديد ونواصل معا محاور حلقتنا بالإماراتي. معي في الاستوديو ضيفي الباحث أيمن عثمان الباروت، وعبر الأقمار الصناعية من الرياض الباحث في العلاقات الدولية والمحلل السياسي الدكتور محمد المحمود، سينضم إلينا لاحقا. تصدت وحدات عسكرية من التحالف العربي لهجمات ومحاولات تسلل شنها مسلحو الحوثي والمخلوع على مناطق حدودية سعودية، فيما استهدفت الطائرات تعزيزات للميليشيات بمديرية الظاهرة الحدودية ومناطق أخرى بمحافظة صعدة. أستاذ عثمان، 3 كيلومترات تفصل الجيش اليمني وقوات التحالف العربي عن بلدة أرحب، كيف تقرؤون هذا التقدم العسكري للقوات الشرعية اليمنية؟ كما هو واضح على الأرض أن القوات الشرعية اليمنية مدعومة من قوات التحالف تتقدم بخطة ثابتة، وبإمكان بحسب المعطيات اللي موجودة على الأرض بحسب ما هو معلن من قوات التحالف أن قوات التحالف باستطاعتها أن تقوم بتقدم مضاعف، لكن أن أحد الأسس عندها اللي هي الحفاظ على أرواح المدنيين الموجودين والذين تستخدمهم القوات الانقلابية كدروع بشرية أثناء محاولاتهم لصد هجمات القوات الشرعية. نعم، هل تتوقعون أن يتم دخول مدينة أرحب يعني قريباً؟ المتوقع صحيح، متوقع أن الدخول ممكن يكون سهل، لكن ستكون هناك بعض الضحايا. لكن ما منذ بداية عاصفة الحزم وقوات التحالف أخذت منهج أن هي الحفاظ على الأبرياء من المدنيين. نعم، للمزيد عن التقدم العسكري لقوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية على الساحل الغربي اليمني، أتوجه بالسؤال لضيفي من الرياض الدكتور محمد المحمود. دكتور محمد، مساك الله بالخير. أهلا وسهلا، مساء الخير، أهلا وسهلا. دكتور، ما هو المشهد العسكري الدائر الآن على مشارف الحديدة، وأين تتمركز الآن قوات الشرعية اليمنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم دكتور سيف، وأرحب بالمحلل الدكتور أيمن، وبالسادة والسيدات مشاهدي قناة الظفرة. تعتبر مدينة الحديدة في اليمن من أهم معاقل الحوثي، وهي ميناء مهم جدا على الساحل الغربي، وهي الرئة التي يتنفس منها القوات المخلوع والحوثي في اليمن. وباستعادة هذه المدينة، مدينة الحديدة، يتم قطع شريان الإمدادات المالية والأسلحة عن قوات المخلوع في اليمن، وإرغامه على الالتزام بقرار الأمم المتحدة 2216. وهذه المدينة قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والجيش الوطني تعتبرها هي المرحلة الثانية من عملية الرمح الذهبي التي أعلن عنها قائد البلاد منصور في مطلع هذا العام، بعد أن نجحت المرحلة الأولى في استعادة ميناء المخا ومنطقة ذباب. القوات اليوم تتمركز حول الحديدة، وهناك معارك شرسة في هذه الأثناء، ويتم إسنادها أيضا بطيران من قوات التحالف. وبحول الله وبقوته ستكون هذه المدينة في يد قوات التحالف قريبا جدا، بعد أن سمعنا أن هناك مجموعة من الانهيارات في قوات المخلوع وميليشيات الحوثي.
التي تدعمها دول إقليمية معادية تريد بث الاضطرابات في المنطقة، حتى أنه سمعنا أن هناك عدة نقاط تفتيش يقيمها المخلوع والميليشيات لإرغام المقاتلين من قواتهم على البقاء في مشارف هذه المدينة التي إن شاء الله ستكون في يد قوات التحالف قريبا جدا، وبسقوطها تعتبر صنعاء باتت قوسين أو أدنى من السقوط، حيث هي الشريان الذي يمد قوات المخلوع والميليشيا الحوثي بالإمدادات والأسلحة المهربة عن طريق البحر الأحمر، حتى أنه يذكر المحللون تقريبا 70% ستنقطع الإمدادات بسقوط هذه المدينة المهمة. وكنا قبل شهر أو أكثر تقريبا استبشرنا أيضا بسقوط مدينة المخا ومنطقة ذباب، وهي ميناء طبعا هو أقل أهمية من الحديدة، إلا أنها ميناء مهم جدا، وتعرف أن هذه المعركة باستعادة هذه المواقع المهمة على البحر الأحمر القريبة من مضيق باب المندب والقريبة أيضا من صنعاء ستكون نهاية قريبة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. دكتور، بعد ما حدثنا عن الأهمية الاستراتيجية للساحل الغربي لليمن، ما هي التغيرات التي ستشهدها الحرب بعد استعادة الجيش اليمني السيطرة على كامل الساحل الغربي حتى أقصى الشمال ما بعد الحديدة؟ طبعا لما ذكرنا أهمية هذا الميناء وانقطاع وباستعادة هذا الميناء يتم قطع الإمدادات عن الحوثي والمخلوع، ستكون هناك انهيارات كبيرة في صفوف المخلوع وميليشيات الحوثي، حيث ستنقطع عنهم الإمدادات بشكل كبير. هناك إمدادات عسكرية، إمدادات مالية تأتيهم من دول إقليمية عن طريق البحر الأحمر، وبانقطاعها سيكون هناك انشقاقات كبيرة في صفوف المخلوع وميليشيات الحوثي. أنا من هذه القناة أوجه ندائي لهؤلاء بأن يتم أن يحفظوا يحقنوا دماءهم ويحفظوا أنفسهم، لأن المرحلة الآن أصبحت وشيكة الانهيار، وأصبحت الحديدة بسقوطها ستشل معاقل هذا النظام وهذه الميليشيات. فأنصحهم من هذه القناة بأن يتم الاستسلام وتطبيق قرار الأمم المتحدة 2216 وحقن الدماء والأنفس، سواء كانت أطفال أو أنفسهم هم، لأنه هذه الميليشيات أصبحت في الآونة الأخيرة خلال الشهرين الماضيين تجند الأطفال وتخوض بهم معارك أشبه ما تكون بمعارك انتحارية، بل إن هناك انشقاقات في هذه الصفوف، ويتم معاقبة هؤلاء بإعدامات. لكن من يعي ويفكر في حقيقة الأمر يجد أنهم في نهاية هذا الأمر مهزومون لا محالة، والمسألة هي مجرد مضي وقت ليس أكثر. دكتور خلنا نركز على هذه النقطة أكثر، وكيف يمكن وصف ميليشيات الإنقلابيين اليوم بعد هزائمهم المتكررة واندحارهم على المناطق التي كانوا يسيطرون عليها؟ هي كما تعرف منطقة أرحب منطقة شمال شرق صنعاء، وهي منطقة تربط بين محافظة صنعاء وعمران والجوف، وقبلها منطقة نهم، وفي اليومين الماضيين هناك معارك ضارية على هذه المنطقة، وتعتبر الآن أرحب هي منطقة استراتيجية مهمة وهي سقطت في يد قوات التحالف. أيضا هذه المنطقة يقطنها قبيلة بكيل، وهي من القبائل العريقة في اليمن، وهي مناوية أصلا للمخلوع صالح منذ توليه عام 1978. وهذه المنطقة منطقة أرحب تطل على ميناء صنعاء، فالمسألة اليوم أصبحت مسألة زمن يمضي من أجل استعادة الشرعية في صنعاء، وبعد صنعاء سينحسر وجود قوات المخلوع والميليشيات الحوثي.
نعم، هل تعتقدون أن الحوثيين وصالح سيقبلون بخطة ولد الشيخ أحمد كسبا للوقت وتعزيزا لما تبقى لهم من مواقع في ظل انهزاماتهم المتواصلة؟ طبعا سيقبلون، لكن قوات التحالف من يراقب الوضع الآن يجد أن قوات التحالف لن ترضى أصلا إلا بتنفيذ قرار الأمم المتحدة 2216 وإرغام هؤلاء على تنفيذ القرار، خصوصا بعد الانهيارات الكبيرة وبعد بسقوط أيضا مدينة الحديدة. أنا أعتبر أنها هي القاسمة التي يعني تقسم الحوثيين بشكل واضح وستوقف عنهم الإمدادات التي كانوا يتلقونها طيلة السنتين الماضيتين. بسقوط هذه المدينة سوف ستتضح معالم الحرب في هناك وستعود الشرعية وسيكون الفضل لله عز وجل ثم لقوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية. الباحث في العلاقات الدولية والمحلل السياسي الدكتور محمد المحمود، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. أستاذ أيمن، لماذا تحاول ميليشيات الإنقلابيين اختراق المناطق الحدودية مع المملكة وهي تسقط يوما بعد يوم في المحافظات اليمنية؟ ربما هذا المنهج المتعلق بالميليشيات، أنه في حال الاندحار الخطة الأخرى هي تشتيت تركيز القوات أو قوات التحالف العربي. طبعا قوات التحالف العربي أخذت بعين الاعتبار هذا الشيء. بالنسبة للاختراقات، القوات المملكة العربية السعودية تقوم بالواجب على أكمل وجه وتقوم بصد هذه الاختراقات أو محاولات الاختراق للحدود الجنوبية للمملكة. بنطلع فاصل بعد وبنرجع لمواصلة حديثنا. أكدت مصادر سياسية يمنية أن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد تقدم بخطة سلام جديدة ومعدلة تضمن بشكل أساسي بقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لمرحلة انتقالية بكامل صلاحياته، وإلغاء منصب نائب الرئيس وتشكيل حكومة وطنية، فضلا عن ضرورة تسليم جماعة الحوثي السلاح للألوية العسكرية الموجودة في حضرموت بعد انتقالها للتمركز في صنعاء. فاصل ونعود. مشاهدين الكرام، أهلا بكم من جديد. التقى ولد الشيخ أحمد في العاصمة السعودية الرياض التي وصلها الأربعاء كلا من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير، وناقش معهما كل على حدة آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في الجمهورية اليمنية. أستاذ أيمن، ما هو شكل ومضمون الخطة الجديدة اللي يقدمها ولد الشيخ أحمد من أجل إنهاء الأزمة اليمنية؟ سبق وتقدم ولد الشيخ أحمد بخطة وتم رفضها من الحكومة الشرعية اليمنية، وتقدم بخطة أخرى حاليا من ضمنها اللي هي إلغاء نائب الرئيس اليمني والبقاء الرئيس الحالي عبد ربه منصور لمرحلة انتقالية حتى يضمن انتقال سلس للحكومة بعد إجراء التعديلات وإنهاء الحرب. يعني في الخطة الأولى كانت تنص على نقل الصلاحيات إلى نائب الرئيس، الآن يريد أن يلغي منصب هذا. نعم. هذا المنصب. يعني ربما الفترة القادمة والفترة الحالية تتطلب تركيز الصلاحيات بيد الرئيس الحالي اللي هو رئيس المرحلة الانتقالية حتى يتم الإعداد للدستور الجديد والقوانين الجديدة لتنظم العمل في الحكومة اليمنية القادمة. لكن بحسب رأيكم، لماذا تنص هذه الخطة الجديدة على إلغاء منصب نائب الرئيس الذي يشغله حالياً الفريق علي محسن صالح الأحمر؟ حاجة الحكومة اليمنية للاستقرار بشكل أساسي تحتم تركيز الصلاحيات أو جميع الصلاحيات بيد الرئيس اليمني باعتبار أنه رئيس لمرحلة انتقالية. إن شاء الله سنشهد انتقال الحكومة لمرحلة الاستقرار بعد انتهاء الحرب وبعد صياغة الدستور وإجراء الاستفتاء الشعبي لدى المواطنين اليمنيين. نعم. بالإضافة إلى عملية تسليم سلاحها، ماذا سيكون مصير جماعة الحوثي والمخلوع وفق خطة المبعوث الأممي الأخيرة اللي ما يزال حسب الكثير من الآراء غير واضحة؟ يعني خطة المبعوث بالإضافة للمبادرة الخليجية والقرار الأممي 2216 تركز على جانب معين، وهو أن الحوثيين جزء من النسيج اليمني ولا يمكن إقصائه أو الاستغناء عنه في العملية السياسية. يمكنهم الشرط الوحيد لديهم أنه إلقاء السلاح،
وتسليم السلاح للجهة المعنية واللي هي الجهات الأمنية والعسكرية في اليمن، والبقاء والموافقة على شروط المبادرة الخليجية والقرار الأممي بشكل لتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة وصياغة الدستور الجديد وإجراء الاستفتاء الشعبي. نعم، في حال تم يعني تنفيذ خطة ولد الشيخ أحمد وتم إلغاء منصب نائب الرئيس، هل تتوقعون أن يعني جميع صلاحياته بيتم نقلها إلى الرئيس؟ ممكن، النظرة العامة ممكن تكون معظم الصلاحيات أو غالبية الصلاحيات بيد الرئيس، بالإضافة لأعضاء الحكومة واللجان المشكلة في الوقت الحالي. نعم سيد أيمن، هل بات اليمن على أبواب التخلص من الإنقلابيين ومن يخف خلفهم من أعداء في المنطقة؟ والله بحسب المعطيات المسير نحو الطريق الصحيح حاليا، خطة الطريق اللي وضعتها قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تأتي ثمارها. باتت الآن قوات التحالف مسيطرة على معظم أو جل الأراضي اليمنية وتقوم بدعم القوات الشرعية اليمنية الموجودة في مواجهة الإنقلابيين. كل هذه المعطيات تنبئ إن شاء الله أنه ممكن خلال الفترة القادمة يكون الوضع بشكل أفضل أو في تحسن بشكل ملحوظ. لكن يمكن توقيت هذه الخطة جاء نوعا ما يمكن متأخر بعض الشيء. هي يمكن المعطيات المتسارعة في الوقت الحالي في الأحداث اليمنية يمكن يراها الشخص العام أنها أتت متأخرة، لكن هي جهود مستمرة، عمل مشترك، عمل أممي دولي بمساعدة أو بدعم من دول مجلس التعاون والمملكة العربية السعودية بالإضافة للمجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة. ماذا عن المحيط؟ يعني إذا تكلمنا يعني عن الدعم الذي يأتي لهؤلاء للمخلوع وللحوثيين من قبل إيران ومن قبل يعني اللي هو دعم يعني يمكن هو اللي أدي اللي مخليهم إلى الآن مستمرين، فكيف ممكن أن المجتمع الدولي يضغط ويوقف هذا الدعم؟ ممكن بعد الزيارة الأخيرة لروحاني للسلطنة ولدولة الكويت أتوقع أن يمكن خلال الفترة القادمة هذا الدعم ممكن يكون أخف من السابق، أو ممكن حتى يكون أتوقع أنه يكون منقطع، بما أن تحرك الرئيس الإيراني في هذا الجانب يعني أن هناك جانب من للتهدئة من الجانب الإيراني وتخفيف وطأة التدخل، باعتبار أن تم إحكام السيطرة على الغالبية العظمى من مداخل الجمهورية اليمنية. نعم، ما بعد الحوثيين والمخلوع؟ يعني إذا تحدثنا عنه بنكتشف أن إذا لم يتم إعادة إعمار اليمن بالكامل فإن يعني كأن شيئا لم يحدث، فما هي أهم المشاريع يمكن الإغاثية والتنموية اللي ممكنها تستوي مستقبلا في اليمن؟ حاليا الخطة الإغاثية الأممية والعربية لا زالت مستمرة، يمكن هناك بعض التدخلات، بعض السرقات من الجانب الحوثيين والانقلابيين لقوافل الإغاثة، لكن بعد الاستقرار أتوقع أن هناك خطة جاهزة لإعمار اليمن، لدعم اليمن صحيا تعليميا واجتماعيا. نعرف أن يعني كثير من الأماكن يمكن الوضع الإنساني فيها يمكن منهار حاليا، يعني فالوضع الصحي بشكل عام الانهيار الشديد اللي موجود فيه لا محتاج إلى شيء عاجل، يعني ما يستوي ان احنا ننتظر لين ما يتم التحرير. حاليا هناك جهود تمارس لانقاذ ما يمكن انقاذه من الشعب اليمني، الواقعون تحت وطأة او تحت ضغط الامراض والمجاعه او بعض حالات المجاعه اللي تم اكتشافها في بعض المناطق اليمنيه، هناك جهود واضحه موجوده، يمكن تكون هناك بعض العراقيل، لكن الجهود بالرجوع للتقارير الموجوده، هناك جهود وهناك عمل واضح خلال الفتره السابقه وحتى الان. لو تحدثنا قليلا عن الدور المشرف التي قامت به هيئة الهلال الأحمر في إعادة إعماره وفي افتتاح الكثير من المستشفيات والمؤسسات التعليمية خصوصا في المناطق التي تحررت يعني في الفترة الأخيرة، خصوصا منطقة المخا يعني والساحل الغربي. رغم الضغوط اللي موجودة في أجواء الحرب في اليمن، إلا أن جهود دولة الإمارات متمثلة بهيئة الهلال الأحمر واضحة أمام العيان وموثقة حتى مع المنظمات الأممية، وموثقة حتى من الجهات المعنية في الجمهورية اليمنية. بعد تحرير كل منطقة يتم نزول الإغاثة، تأسيس المدارس، المراكز الصحية، المرافق العامة، يعني حتى لم تغفل دولة الإمارات حتى الجانب الترفيهي، بنلاحظ أن في مجموعة من الحدائق تم افتتاحها في كل منطقة للترفيه عن أو إخراج الأطفال الموجودين في هذه المناطق عن أو شحن الحرب أو انعكاسات الحرب السلبية عليهم. نعم،
الباحث أيمن عثمان الباروت. لا يسعنا في ختام هذا اللقاء سوى توجيه الشكر لكم على هذا الحضور والنقاش. شكرا جزيلا. أيها السادة المشاهدون، لكم أيضا كل الشكر على حسن المشاهدة. نعود ونلتقي الأسبوع المقبل. إلى ذلكم الحين، لا تنسوا أن تشاركونا آراءكم واقتراحاتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.